أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن، هل يستدل به على أن القرآن غير مخلوق؟ ما في شك إن القرآن منزل، القرآن منزل في آيات كثيرة، إن الله أخبر أنه أنزله وأنه تنزيل منه، فهو منزل من كلام الله جل وعلا وغير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله. نعم.